مساء الخير عليكم، واهلا بيكم في قناه يو هاند ميد. اهلا بكل المتابعين الجدد، واهلا بالمتابعين اللي ماشيين معايا من اول خطوه بخطوه. النهارده زي ما احنا متعودين هنكمل برضو في طريقه جديده لشنطه ترند قوي برضو في الصيف، في الشنطه الوسط. وانا بالنسبه لي هعملها واصورها لكم واوريكم شكلها، كان هي تتلبس شنطه وسط او شنطه على الايد عادي، كده كده بنتحكم فيها بالدراع الجلد بتاعها. خلونا نشوف النهارده هيكون شكلها ازاي، وهنستخدم معانا خيط الخيش. وتقدروا في الشنطه دي انتوا تستخدموا خيوط تانية بتبقى حلوه جدا في الكليم، بتبقى حلوه جدا في المكرميه وفي الخيط الخيش. وبما ان احنا في الصيف والخيش هو الترند الفتره دي، انا عملتها من خيط الخيش. خلونا يلا نبدا ونشوف ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها، وما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم. الادوات اللي احنا هنحتاجها معانا النهارده، هنحتاج بكر خيش او شلت، او حسب ما المكان اللي هتجيبه منه شلت خيش. الشنطه دي حوالي مستهلكه معايا حوالي 3 شلات، بما اني بستخدم خيطين قصاد بعض. هنحتاج سوسته المره دي. الشنطه دي شويه مش هتبقى حلوه قوي لو هي كباسين، لا هي الافضل فيها سوسته. هنحتاج حزام، انا جايباه حزام جلد، هو لونه بني غامق شويه، ممكن ما يكونش اللون ظاهر قوي، وممكن هتبقى الاحلى كمان لو كنتوا لقيته الجملي، او لو عايزه تعملي الدراع بنفس مثلا طريقه الحزام اللي احنا كنا عاملينها من الخيش، ممكن تعملي نفس طريقه الحزام دي نعملها دراع للشنطه يبقى من الخيش نفسه. هنحتاج، وطبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات اللي فيه طريقه الدايره في الخيش بالطريقه الحلزونيه، هسيب لكم اللينك في خانه الوصف، اول لينك على طول، علشان تقدروا تشوفوا الطريقه اللي احنا نقدر نجهز بيها الدايره دي بنفس الابره الخمسة ونص. هنحتاج العلامات اللي احنا مستخدمينها هنا، وتعالوا يلا نبدا نشوف هنعمل ايه. انا كل اللي عملته هنا ان انا جهزت في الاول الدايره. الدايره طريقتها موجوده، احنا عملناها قبل كده في الشنطه الدائريه من الخوص، هتلاقوا اللينك في خانه الوصف. بس انا كملت فيها، كبرتها شويه، لان انا الشنطه دي على ما هتشوفوا طريقتها التقفيل في الاخر الاساس بتاعها الدايره. يعني انا لو انا عايزه الشنطه صغيره يبقى انا هصغر الدايره بتاعتي، عايزه الشنطه كبيره يبقى انا هكبر الدايره بتاعتي. فانا الدايره بتاعتي عاملاها حوالي 12 دور، تمام؟ ده شكلها هي من قدام، وده شكلها من الخلف. واهم حاجه اللي تركزوا فيه وانتوا بتعملوا الشنطه دي، ان انا لما هتشوفوا الطريقه ان انا شغاله بالخيش ومع الخيط المكرميه، ان انا دايما اكون فرده خيط المكرميه معايا، وراجع ان انا فرده كل دور، وكل دور قبل ما اخلصه كل ما اعمل تلت في الدور افرد الدايره معايا، اتاكد انها مفروده، علشان بعد كده وانتوا شغالين ما تلاقوهاش انها مشدوده او متقوصه، او الدايره مش مفروده معاكم وتفتكروا ان انتوا شغالين غرزه غلط. لا، ببساطه جدا انتوا ممكن تبقوا شغالين الغرز كلها عادي، لكن انتوا بس ما فردتوش الشغل وانتوا شغالين. وزي ما احنا هتلاقوا في الفيديو اللي فات، ان انا دايما بسيب ماركر على الغرزه الاولانيه اللي انا دايما شغاله من عندها، وببدا كل دايره جديده من عندها بفضل سايباها للاخر علشان نقفل عندها. انا دي كانت اخر غرزه معايا، قصيت الخيط وقصيت المكرميه، ودايما لما نقص المكرميه زي انا عاملاها كده، انا قصيتها بمقص حامي وبالولاعه بحرق الطرف بتاعها وبلزقه على طول هنا، علشان تبقي انت تاكدي انها بقت متينه، او لو عايزه تدككيها الاول وبعدين تعملي نفس الخطوه دي، تمام؟ بتخلي الخيط خلاص مقفول عندك في القماش او في الشنطه اللي انت عاملاها، ما يتحركش تاني او ما حدش يقدر يخلع. انا هسحب الخيط بتاعي كده، هكبر لكم بس الشغل عشان تشوفوا. خلاص هشيل هنا العلامة، او ممكن اسيبها، اقول لكم هسيبها ليه. هسحب الخيط من هنا، بعدين هسحب من هنا من ورا، هبقى قفلتها بنفس شكل السلاسل اللي حواليها، ونبدا ورا. سواء انتوا عايزين تعملوها بإبرة التنظيف او زي ما انا بستسهل وبعمل على طول بالإبرة، هدخلها كده وابدا ادخلها هنا
ما بين الشغل عشان تبقى اختفت بالنسبة لي، وقص بعد كده الزيادة، قص كده الزيادة خلاص. بقى انا كده عندي بقت كلها شكل واحد. والدايرة كده بقت جاهزة عندي. وانا ليه سبت العلامة هنا؟ ببساطة ان انا عايزة استغل الجزء ده، ان مش عايزاه هو ده اللي يبقى ظاهر عندي. انا الشنطة بتاعتي هنعملها ازاي؟ احنا مفروض الاساس عندنا الجزء اللي هو الدائري، هعمل جزء مستطيل هنا وهبدأ اقفل عليه الدايرة بتاعتي كده، تمام. فاحنا عايزين انه دايما الجزء اللي احنا بنبقى مقفلين عنده مش هو ده الجزء اللي يبقى قدام العميل، اللي انا مثلا ان انا مفروض هركب سوستة، هركب قفلة، ايا كان، يبقى على الجزء السليم اللي قدامه، ما يبقاش هو فاهم ايه اللي مقفول هنا او ايه اللي مفتوح، او ان هو يبقى عنده فرصة ان هو في خيط يتشد معاه فيبوظ الشغل. فانا خلي دايما الاجزاء اللي انا مقفلة عندها هي دايما في النهاية، محدش شايفها، تمام. يبقى احنا هنسيب العلامة دي عشان تذكرنا ان انا عايزة اخلي الجزء ده هو داخلي. هنبدأ نعمل ايه بعد كده؟ ايه العلامات اللي انا حطاها دي؟ العلامات دي ببساطة انا بشوف انا عايزة اعمل الجزء الكوفر بتاع الشنطة من هنا قد ايه، عرضه قد ايه. فانا عايزة يكون عريض شوية على اساس ان الشنطة نفسها يبقى حجمها كبير. فقررت ان انا ممكن هبتدي مثلا من هنا، نهتني هنا اهو كده، هيبقى ده العرض بتاعي، تمام. إيه، انت تقدري تتحكمي في العرض ده. يعني انا هقول لكم انا بالنسبه ان انا 12 دايره، انا خدت المسافه هنا 12 وهنا 12، تمام. تقدري تزودي، تقدري تقللي حسب رغبتك انت، حسب العرض اللي انت عايزاه، حسب انت عايزاها طويله شويه، لا في الحجم المعتدل او المتداول، براحتك خالص. طيب انا ببتدي ان انا هعد مثلا من هنا 12 وعايزة اقصدهم من هنا 12، بس انا لازم اخد بالي من تركة بسيطة جدا، ان انا يكون المسافة عندي هنا نفسها هي المسافة عندي فوق. وبالتالي انا بحدد مثلا في جنب واحد 12 وببدأ اعد الناحية التانية العدد الغرز اللي باقي ايه، ومن هنا نفس الكلام انا بحاول ان انا احطهم قصاد بعض هنا واعد اهو، شوف الغرز. انا عديت هنا الغرز بعديهم كانت حوالي 24، وتأكدت ان انا الناحية التانية برضو 24. يبقى اهم حاجة ان انت ما تحطي العلامات، تحطيها على مسافات متساوية من فوق ومن تحت، تمام كده. طيب نبدأ للجزء بقى الجديد بتاعنا، وهو ده اللي فيه التركات الاكتر، وهو ده اللي فيه الغرزة الجديدة اللي بتدي شكل حلو قوي للشنطة. خلونا نجيب الادوات ونبدأ فيها. هنبدأ هنا نشتغل زي ما احنا متعودين من الفيديو اللي فات، ان انا بشتغل بخيطين مع بعض وبعد كده بدخل معاهم المكرمية. طيب احنا قلنا ان انا بالنسبة لنا على العدد اللي انا عاملاه، ان انا طالع معايا هنا 24 غرزة، او 24 هنا غرزة او سلسلة ما بين العلامتين، تمام. في كذا طريقة ان انتوا تحسبوا ان انا هعمل العرض ده قد ايه. في بيعملوا عدد السلاسل بانه يجيب العرض ده، انا بالنسبة لي فك او انه يجيب العرض ده. العرض ده شوية هتبقى الكوفر قابب شوية، هيبقى عالي شوية، اللي هنا هتبقى مشدودة سنة. انا قلت اجرب خالص ان انا اعمل حاجة تانية وسط، وحاجة انا ابقى محددها بعدد غرز، مش ان انا بعمل وقيس. فانا بدأت ان انا اعملها وحدد العدد الغرز كالتالي، ان انا عندي هنا 24، الفرق ما بين العلامتين 24 غرزة. فانا اوريدي هعمل 24 سلسلة، لا انا هعمل 26 سلسلة، ان انا هعد معايا العلامات. ليه؟ التركة بسيطة جدا اللي انا فكرت فيها انه وطبقتها ولقيتها شكلها فعلا حلو، ان انا عايزة ان انا ما اجي اقفل على الشنطة في الجزء ده، وما تشوفوا الجزء ده هتفهموا اكتر، ان انا يبقى كل غرزة قدامها السلسلة بتاعتها، وفي نفس الوقت عاملة غرزتين زيادة عند العلامات، علشان انا عايزة اشتغل عند العلامات غرزتين انها تعملي الجزء بتاع الحرف بتاع الشنطة، ان يبقى لها جنب
ما تبقاش مشدوده، ما تبقاش ما مش مسنوده على الترابيزه، لا انا عايزاها مفروده ومسنوده، تبقى الشنطه تبقى معموله وواقفه، وتقدروا كمان تصوروها براحتكم، تقدروا تحطوها على اي حاجه هتلاقيها واقفه وراكزه، مش بتتنى ولا مشدوده فبتقع ولا الكلام ده، وهتشوفوا ده على الطبيعه اما ننفذها. خلونا يلا نبتدي. احنا كده زي ما اتفقنا هشتغل 26 سلسلة، وسلسلة زيادة علشان الارتفاع، يعني 27. دي 1 2، وصلنا كده للغرزة 27 او السلسلة 27. هنبدأ نرتفع زي ما احنا متعودين عادي. لو تلاحظوا انا موسعة الغرز علشان ما تبقاش مشدودة، انا مش عايزة الغرز مشدودة خالص، انا عايزاها مريحة علشان لما ارتفع الادوار اللي بعد كده واجي ان انا اربط ما بين السلسلة ما بين الشنطة ما تبقاش ضيقة معانا. وهنبدأ ندخل نشتغل زي ما احنا متعودين غرزة حشو عادية. بس قبل ما ابتديها ما ننساش ان انا هضيف معايا خيط المكرمية علشان ادي نفس السمك ونفس الصلابة بتاعة الجزء الاولاني اللي انا اشتغلته. هبدأ احط طرف الخيط اهو. وابدأ اشتغل عليه زي الفيديو اللي فات كده. تاني. كده. واتأكد ان انا افرد الخيط. غرزة كمان اهو حشو وافرد حشو وافرد، وهكمل كده لنهاية السطر ووريكو الطريقة الجديدة بقى في ان احنا هنرتفع ازاي. وصلنا كده لاخر غرزة، هرتفع سلسلة واخد بالي ان انا الف الخيط المكرمية عكس الشغل اللي المفروض هيبقى ظاهر عندي. هشتغل هنا في الدور ده ازاي؟ الدور ده اللي فيه الصعوبة شوية، هحاول ابين لكم الطريقة اللي هنشتغل بيها. احنا هنشتغل فين؟ هنشتغل على الجزء ده من الغرزة اللي قبلها اهو. تمام. هعمل ايه؟ انا هدخل هنا، دخل الإبرة بالراحة اهو، ادخل من السلسلتين دول وخلي طبعا المكرمية معايا واسحب واقفل كأنها حشوة عادية. تاني انا هدخل في السلسلتين دول اللي في ظهر الغرزة، دخل الإبرة بالراحة اهو واسحب الخيط واتأكد ان المكرمية مشدود. تاني اهو انا ببرزهم لنفسي، دخل الابرة ده معايا اسحب كمان مرة، ببرزهم اهو، دخل الابرة بالراحة معايا الخيط واسحب. هوريكو هنا شكلها ادت الشكل ده. هنشد دي شوية عشان دي كانت غرزة البداية. ده الشكل بتاعها. هنكمل السطر بنفس الطريقة ووريكم السطر اللي بعد كده بنرتفع ازاي. نركز دايما ان احنا نشتغل لحد اخر غرزة موجودة في السطر علشان ما يفرقش معانا في الارتفاع بعد كده ما نلاقيش ان السطر ناقص عدد الغرز. كده احنا خلصنا السطر ده، وطبعا عشان شغالين بالمكرمية معانا فمدياها سماكة مفرودة خالص. ده الشكل من الناحية التانية اللي هو ده اللي هيبقى الوش بتاعنا، وده هيبقى الظهر. طيب هنرتفع الدور اللي بعده ونركز ان انا ده الظهر بتاعي، يبقى اخلي المكرمية مستخبية في الظهر بتاعي ما خليهاش في الوش. وهنا الطرف الاولاني اللي اشتغلنا بيه ارجعه اهو، اسحبه ورا
يبقى احافظ كده ان انا كل الادوار بتاعتي تكون متظبطه من قبل ما ارتفع، علشان ما الاقيش ان بعد ما ارتفعت لا ان في حاجه ظاهره هنا. احنا مش عايزين اي حاجه تبقى ظاهره. شد كده الخيط اهوت. هنشتغل هنا ازاي؟ شايفين هنا الغرز، هنا السلاسل دي، انا هشتغل على الجهه الداخليه عندي دي، هي دي اللي هشتغل عليها. تقول كده طبعا انا مرتفع هنا اوريدي، فدي دي خلاص كده غرزه اتعملت ان احنا مرتفعين فيها سلسله. هدخل هنا برده معايا الخيط المكرميه اهو، شده وغرزه برده حشو عادي. تاني اشتغل على الغرزه دي، الجهه الداخليه من السلسله بتاعتي اهي. اسحب تاني، ادخل هنا اهو، ادخل في وسط السلسله اهو، بشتغل على الداخليه عندي. اسحب واعمل كده، ده بيبقى شكلها من الناحيه دي، ده شكلها من الناحية التانية. شد الخيط كده اهو، ده الشكل من الناحية دي، ده الشكل من الناحية دي. ونرجع الدور اللي بعده هنعكس الشغل. الدور اللي بعده هنقوم شغالين، طبعا هنبقى انا عندي الغرز دي هنا اهي، هشتغل في الجزء الخلفي من الغرز، وهكذا دور ودور، دور عكس دور. يبقى دور بشتغل في السلاسل الخلفية خالص من الغرزة بتاعتي، ودور بشتغل في الجهة الداخلية من السلسلة بتاعتي، وهكذا هفضل ارتفع بنفس الطريقة. احنا بما ان واخدين علامات انه 12 دور، يبقى انا بالنسبة لي هرتفع 12 دور، وحسب طبعا ما انتي عاملة برضو مقاس شنطتك ايه، بترتفي عدد الادوار اللي انتي محدداها ان هي دي هتبقى الجنب بتاعك، واوريكوا شكلها في النهاية. قلتلكوا تاني بعد ما عملت ال 12 سطر ده شكلها في النهاية. طبعا شكلها حلو جدا، وفكرة الغرزة البارزة دي بتعمل شكل حلو قوي للشنطة. وده الناحية الداخلية ليها اهي، ان احنا مشينا زي ما قلتلكوا دور ودور تمام كده. نركز ان احنا عايزين انهي جزء داخلي وانهي جزء خارجي. احنا عايزين انه الشكل ده الخارجي بتاعنا، في نفس الوقت ده الخارجي بتاعنا، وان الجزء التاني ده الداخلي. هوريكم طبعا حجم القطعة بتاعتي اهو، ايه على العلامات مظبوطة تمام. هنبدأ في شغل التقفيل بتاعنا ببساطة. احنا هنقص طول من الطول كبير من الخيش، وهنشتغل بيه معانا، وهنستخدم معانا ابرة التنظيف. كده وهنبدأ نشتغل ازاي. هبدأ من الطرف اللي انا انتهيت عنده، انا اخدت سلسلة ارتفاع وهبدأ من عندها. هبدأ طبعا احط طبعا الغرزة اهي هنا قصاد اللي احنا واخدين عندها العلامة. كده واسحبها من السلسلة بتاعتي على اساس ان انا كأني عملت عقدة بداية، واشد بقى الخيط كويس وابدا ادخل هنا تاني من عند اول غرزه او اول غرزه عندي اهو، وادخل هنا تاني. لان انا لو نلاحظ ان احنا عملنا هنا في السلسله لكن مش الغرزه الاولانيه قدام الغرزه الاولانيه، هسحبها تاني. يبقى انا كده ثبتت خالص. واركز بقى ايه ازاي اظبط هنا الادوار قصاد بعضها.
انا اركز ان انا عامله 12 دور قدام 12 سلسله، صح كده؟ احنا كده عملنا اول دور مع اول سلسله عندي، يبقى اشوف ان انا قصاد تاني دور اهو، وابدا ادخل من تاني سلسله. اللي بعده ده تالت دور، هدخل هنا قصاد تالت دور اهو، ده التالت كده، اضمن ان انا ابقى ماشيه سطور مظبوط ومفيش حاجه تلخبط مني، وهكذا. ده الرابع، اشوف رابع دور عندي اهو، واشتغل واكمل لحد ما اوصل للزاويه دي هنا. وصلت كده للغرزه اللي عند الزاويه، هنعمل ايه؟ هندخل فيها كده، بسحب ونفتكر ان احنا عاملين المفروض هنا السلاسل بتاعتي زيادة سلسلتين. ليه زيادة سلسلتين؟ علشان ان انا هدخل هنا تاني عند الزاوية تاني، واخد اول سلسلة في الدور عندي بقى من تحت، اخدها هنا، ونفس الكلام هعمله في الزاوية اللي هناك، علشان تديني الدوران بتاع الجنب ده ما يبقاش الخيط مشدود وانا بعمل دوران الشنطة من تحت. واكمل بنفس الطريقة اهو في السلسلة، وادخل بقى في السلسلة التانية، وهكذا. ونفس الخطوة هنعملها هنا في الزاوية هنا، واكمل لحد الطرف ووريكم الشكل هيبقى ازاي. وصلنا هنا عند الزاوية، هعيد لكم الخطوة تاني، ان انا هاخد الزاوية مع اخر غرزة هنا اللي انا مزوداها، وهعيد واخدها تاني كده مع ارتفاع اول دور عندي. عشان ابقى عملت الزاوية بتاعتي، واكمل الجنب برضو بنفس الطريقة. وصلت كده لاخر غرزة عندي، لفتها اهو، وهطلع من هنا وادخل كده ان انا ابقى عملت عقدة عندي زي ما عملنا عقدة في البداية بالظبط، وابدأ اخص الخيط الزيادة. هنسحبه من جوه، هوريكوا كده شكلها. كده ده الشكل النهائي بتاعها اهي. هيبقى باقي بس ان احنا هنركب السوستة، وممكن اعمل لكم تركيب السوستة ده في فيديو برضو اهي. ده شكلها من تحت، مفروضة معايا خالص، في نفس الوقت الظهر بتاعها مفروض، والحجم ده بال12 دور يعني تعتبر واسعة كأنها شنطة عادية، مش مجرد شنطة على وسطي، هتكفي معاكي اغراض كتير جدا. اتمنى ان انا اكون وصلتها لكم بطريقة سهلة، تكون سهلة عليكم تقدروا تنفذوها في اي وقت، وهي مش مستهلكة خيط كتير. الفكرة كلها فيها في طريقة الغرزة الجديدة اللي هي الشكل الخارجي، على اساس انها تدي منظر ليها، وتكلفتها كلها مش عالية، حوالي 3 رباط او 3 شلات من الخيش، مع سلسلة، مع ممكن تحط لها الدراع سلسلة مش هيكلفك كتير، او الحزام مع السوستة. الموضوع مش مكلف خالص، تكلفتها عامة مش عالية، وفي نفس الوقت شنطة جديدة وبشكل جديد، وهيبقى ترند، وفكرة الخيش كمان عامة في الصيف حلوة قوي، وبتبقى عملية وسهلة جدا، سهلة وخفيفة جدا جدا جدا. اتمنى تكون الشنطة عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.